الجيش السوري قتل ما لا يقل عن 30 شخصا بحسب ناشطين ومعارضين في جمعة أطلق عليها اسم جمعة الحظر الجوي، دعا فيها المتظاهرون إلى توفير حماية دولية من حلف شمال الأطلسي الذي لعبت طائرته دورا حيويا في الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي. وقد أشار المرصد السوري ومقره لندن أن معظم القتلى سقطوا في حمص وحما، حيث أعلن المرصد أن مواجهات عسكرية حصلت بين الجيش السوري ومنشقين عنه. وتأتي التظاهرات بعد أيام نظم فيها مؤيدون النظام مسيرات لاسيما في مدينتي دمشق واللاذقية، تأييدا لما أسموه بمشروع الإصلاح الذي يقوم به النظام السوري.